أنا الأول تنفذ وصية أبوك. من النهاردة بقيت كبير العطارين. أبوك الله يرحمه كان بيحضر للحظة دي من يوم أنت متولد. عارف يا زكريا، كتير كنت بظبطه قاعد بيتكلم معاك وأنت طفل صغير مش فاهم أي حاجة، بس الغريبة إنك كنت بتبقى قاعد ساكت ولا بتتشاقى ولا بتلعب وباصص لعينيك مفتحة على الآخر كأنك فاهم بيقولك إيه وبتسمع وبتحفظ كل كلمة بيقولها لك. كان دايماً يقول لي أنا خايف على زكريا من الهم اللي حسبه له، بس أنا كنت بطمنه بقول له ما تقلقش زين خلف راجل، ودلوقتي جه اليوم اللي تثبت له فيه إن كلامي كان صح. كان عنده حق، الحمل شديد قوي عليا يا أمي. وانت قدها، أنا متأكدة إنك هتكبر اسم العطارين أكتر ما هو كبير، وهتقدر تلم العيلة حواليك وتملى للبيت ده عيال وأحفاد. هنا في الأوضة دي كل الأوراق والمستندات اللي ليها علاقة بشغل أبوك وبالميراث وبكل كبيرة وصغيرة تخص عيلة العطارين. أبوك كان بيحب يكتب كل حاجة. إن شاء الله لما ترجع بالسلامة عايزك تقرأ كل ورقة هنا وتفهم كل حرف فيها، تعرف اللي لينا واللي علينا. من الأوضة دي هتبقى كبير العطارين زي أبوك بالظبط. مفيش حد زي أبويا يا أمي. تعيلي. ربنا يحفظك ليا، ربنا يحفظك ليا. مالك يا حبيبي؟ زمان وانا صغير لما كنت اعمل مصايب واقع في مشاكل كنت عارف ان انا لما اجري على حضن ابويا هيحلها لي. دلوقتي مفيش ابويا، مفيش غير أنا، وأنا اللي لازم أحل المشاكل لكل الناس، مفيش حد تاني. هتتحل إن شاء الله. لازم تتحل. عيلة زين العطار لازم ترجع كلها إيد واحدة وملمومة كلها تحت سقف بيت واحد، ما يحتاجوش لحد وما يعوزوش حاجة من حد، وتبقى حياتهم في أمان. الشغل لازم يرجع أحسن من الأول. اسم عيلة العطارين لازم يفضل فوق. دي الأمانة اللي أبويا أمنها وحطها في رقبتي لما قال لي أنت الكبير، لأن ده الكبير. أنت قدها، أنا عارفك أكتر من نفسك. فيها بقى ايه مالك؟ ما تنشف كده. اكيد يعني سميح مش هيسيبني طول الوقت بره. اكيد هرجع، يعني هروح فين؟
انا رحت طلبت منه يخليك، بس هو قال ان انت مش هتيجي هنا تاني. اللي هو نصيب يا بهاي، صدقني اللي هو نصيب، ومحدش عارف بكره فيه ايه. واكيد ان شاء الله هنتقابل، وحتى لو متقابلناش تاني انا عارف ان انتوا هتفضلوا فاكريني بالخير، صح ولا ايه؟ صح. عايزك تفهمك كده وتبقى راجل من رجاله زين العطار. الدار دي داركم يا ولاد زين العطار، خلي بالكم منها. لو جيت الحق يا حسن، الدار دي بتاعتك انت وما ينفعش تخرج منها. لا يا امير، الدار بتاعتنا كلنا، وانت اولنا. الله يرحمه عم سلامه، عاش عمره كله هنا لحد ما مات. طب يا صاحبي ما سيبنا نخرج معاك. ما ينفعش يا امير، ما ينفعش يبقى احنا الاثنين بره. هنسيب له الدار ولا نسيبها لعمار؟ وبعدين مين اللي هيخلي باله من الولاد ومن عبيده ومن عزيز؟ خلي بالك من الولاد ومن الدار يا امير. ان شاء الله اشوفكم على خير. انتوا بتبصوا لي كده ليه؟ بلاش بصة ان احنا اخر مرة هنتقابل دي. يا رب ان شاء الله اشوفكم على خير. ياسمين، الحمد لله على سلامتك. الحمد لله على سلامتك انت يا حبيبي. انا عايزاك ترتاح، ما تتعبش نفسك خالص. انا بقيت زي الفل لما شفتك حبيبي. كنت هموت من القلق عليك. لا ما تقلقش، بس انا عايزاك بقى تبقى كويس وتخرج من هنا بسرعة ان شاء الله. ياسمين خلي بالك من نفسك، ما تمشيش تاني من غير حراسة. متقلقش عليا، زكريا زود لي البادي جارد. ياد انا اسفة بجد، انا اسفة ان انا كنت السبب في كل حاجة، معلش. وبعدين بقى يا ياسمين، هو يعني كنت انت اللي عملت كده؟ انا كنت هزعل قوي لو مت من غير ما نتجوز. بعد الشر عليك، ربنا يخليك لي. الله الله، الحمد لله على السلامه. تيجي انا فكرتهم ودوك ورا الشمس يا صاحبي، ده احنا كنا هنجيب ميكروباص ولم الرجاله كلها ونروح نجيبك في وسط الليل. ما تهدي على نفسك كده، هالراس مالك فيك ايه؟ الواد كومك تكويمه مش هي يا صاحبي. يا جدع بس ما تقولش كومني، هي كل اللي فيها انه غفلني بس. وبعدين كنتوا فين قوي يا رجاله؟ خد بس ولع السيجاره ديت وظبط دماغك يا صاحبي. ما انت عارف يا صاحبي ده جيش بحاله. ولع يا صاحبي وظبط دماغك. بقول لك ايه، الغلط اللي اتعمل معايا ده ما اتعملش معايا لوحدي، اتعمل معايا ومعاكم مع الحاره تمم. يعني لو ما خدناش حقنا هنبقى هفقات احنا ومنطقتنا وفي كل المناطق اللي حوالينا. وانت الصحه بالصحه يا صاحبي. معاك يا تيكو. امين يعني؟ امين يا صاحبي، بس بقول لك ايه، مش هتسلم المره ديت زي المره الاولانيه يا صاحبي. انا عندي نحله هندورها عليهم في السريع كده وننفذها وقتي، عشان لما يقولوا انهم حطوا علينا يبقى احنا خدنا حقنا وفي ساعتها وعلى السخان. أنا معاك يا صاحبي. وأنا معاك يا تيكو. اللهم صل على النبي، حضن بقى كده عشان الصحبة الحلوة دي. أقسم بالله أغلى شوية ورد في المحل. ورد؟ ده بمناسبة إيه بقى؟ من غير مناسبة. أنا وأنا جاي قلت لازم أجيب لك حاجة. وأنا طول عمري أعرف إن البنات بتموت في الورد والدباديب، بس أنا الصراحة ماليش في الدباديب. وقلت أجيب لك شوية ورد. شوية ورد؟ هو أنا زي البنات برضو يا يحيى؟ انا ما بحبش ورد خالص. وبعدين الكارت ده مكتوب عليه هابي فالنتاين، الفالنتاين لسه بدري عليه. طيب بتاع اللي انت بتقول عليه ده مش عيد الحب. خلاص يعني الحب ملوش معاه، المفروض الناس تحب بعضها طول الوقت. عموما شكرا، انا من زمان ما حدش جاب لي ورد. اقسم بالله لو حد شافني بالورد ده في الشارع كنت هتزف. تتزف؟ عموما لو كان عجبك انا اجيب لك منه كل يوم عادي. اشربوا ايه؟ آيس تي. تشرب ايه؟ أنا عايز شوية شاي 50. طب بص هات لي زيها قشطة. خلاص اوكي ماشي. تمام. أنت عارف أنا طلبت إيه؟ مش مهم، أنا بثق فيكي، وأكيد يعني أنت مش هتطلبي حاجة وحشة. طمني بقى عليك، أخبارك وأخبار الشغل؟ لا فوقك مش شغل بقى. ما تخلينا نتكلم عليكي شوية. عليا؟ عاوز تعرف إيه؟ كل حاجة، حياتك، صحابك. حد متكلم عليكي، انت راغي على حد؟ راغي على حد؟ مش فاهمه يعني عايز تعرف ايه؟ كل حاجه.
انا ما اعرفش عنك حاجه لسه اصلا. عادي، سألي في اللي انت عايزاه، انا ما عنديش حاجه اخبيها. عشان شويه الورد الحلوين دول، تحب نبتدي منين؟ لا من قريب، انا عندي شغل بالليل، انا قاعد معاك شويه بس قبل ما اروح الشغل. مين عارف هنشوف بعض تاني ولا لا؟ عبد الله اتجوز من غير ما يقول لاخوه. يلا ولابوه كمان يا ابني، اخوه خلاص عياره فلت، وزينب اختي عصيته عليا، ما بقاش ابني خلاص، ولا الدم اللي جواه ده من دم العطارين ابدا ابدا. هو ايه اللي بيحصل يلا؟ اخوه خلاص الشيطان زين له انه هو الكبير، جه اليوم اللي يوقف فيه قصاد ابن عمه. يا ريتني مت ما شفتش اليوم ده. بعد الشر عنك يابا، بس العيلة كده بتوجع واحنا لازم نتصرف. العيلة وقعت يوم ما زين وقع في الدار، خلاص العمود الكبير وقع في الدار بوجعة زين. وانت ما لحقتوش ليه يابا؟ ما لحقتوش ليه؟ مش قادر يا ابني، مش قادر، رجلي مكلبشة في الأرض، مش سعفاني في حاجة، والدار مش عايزة حكم غشيم. أخوك يا ابني ماشي وشايل قربة مليانة نار، هتحرقه هو وكل اللي حواليه. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. أخبر أبو الفوارس إيه النهاردة؟ مالك يا فوفو؟ شكلك تعبان يا حبيبي، معلش. معلش معلش، مش قلت لك يا ابني سيبني أرسم لك الابتسامة؟ عموما ملحوقة، أنا برضو ما يخلصنيش. ولا فارس؟ لعبت بلياردو قبل كده؟ السؤال الغبي ده، ما أكيد كلنا لعبنا بلياردو قبل كده. أمال كنا بنضيع فلوسنا في إيه؟ العبد لله بقى اخترع حاجة جديدة في البلياردو واسمها السلاكة. ما تيجي نشوف. مروان! ده اللي اتفقنا عليه طول عمرك غبي، ما بتسمعش الكلام يا بابا. بلا بابا بلا زد، ده لازم تخلص من المصيبه دي، فاهم؟ انت بتبوظ لي كل حاجه انا بعملها، الموضوع ده لازم يتحل وفورا، فاهم؟ تعالي هنا. انت عايز مني ايه؟ انا اللي عمله في اخوك ده مش ببلاش، وانا هحاسبه فيك انت. هو كسر عيني قدام الحتة، بس أنا هكسر عيني قدام الدنيا كلها. عايز ايه يا عر؟ لا أنا سمعت صوت بس هتيجي. لا يا حبيبي مفيش أصوات، وانطر من هنا، انطر يا